هلو، شلونكم؟ اخباركم؟ انا اليوم بناحيه مستحدثه واللي هي ناحيه الزويه. خليني اعرفكم على هاي الناحيه، خليكم وياي. هاي الفواكه الحلوه المرتبه، خلينا نسال عليها. مال من السلام عليكم. شلونك؟ عليكم السلام. الله اسم الكريم؟ شلونك؟ عبد الله يوسف. عبد الله، عبد الله، شو الاسعار؟ والله ان شاء الله نازله حيل. هذا 1000 دينار تفاح. تفاح 1000؟ لا، لانقي 1000. اي، برتقال ب 1000، كيوي 1000 ونص. شلون الشغل عندكم ناحيه الزويه؟ ان شاء الله زين ماشي. زين ان شاء الله. وانا الناس عليه، بس انت مرتبها مسويها حلوه. اي والله، جيب حاجه نظيفه، تعرف الناس تريد حاجه نظيفه. مو اي صحيح. ايه لازم تجيب حاجه نظيفه. هذا كله عليكم السلام. زين، اكو شيء هنا انت تبيعه مزروع بالقريه؟ والله اكو رمان جاني. اي مزروع بالقريه. وين شوفنا الرمان؟ شوفنا الرمان. هذا مزروع بالقريه؟ مال القريه، هذا مال الديره. اي زين، ايش قال الكيلو؟ مصر استيراد 1000 دينار القراي. انت دعم مال الديره بعد؟ ايه مال الديره. لا احسن حبيبي عبد الرحمن، شرفت بيه. الله يحييك. هلا بيك، ان الشرف. السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ اخبارك؟ شلون الزويه؟ والله الحمد لله بخير. شنو تبيع؟ شنو عندك؟ والله مواد منزليه. احنا مواد منزليه. ايه. شو الاسعار عندك؟ اخبار الناس؟ والله ان شاء الله زينه. زينه، لازم نتساهل ويا المواطنين. اي اكيد. اي زين، منين تتبضع انت؟ والله من كركوك، من موصل، ومن الجدعه. حلو هذا الشيء. ايه. اسم الكريم؟ مهند. مهند صبحي. منتجون للزويه. تعال اليوم مهند، كل شيء عنده منزلي. شلونك حبيبي؟ عيال بارك. شنو بس قلت؟ كيلو موز 2000. الفطور بس قلت 2000. ب 2000 دينار؟ ترتيب من الصبح، تعرفون لازم اكو ترتيب من الخضروات والفواكه. لا ليس افطون. شلونك عيني؟ بارك. اسم الكريم؟ محمد. محمد، بس قلت هاي الورقيات 10000. 10000 يعني 100 دينار. هاي جايبها من ابل بستان الزويه لو وين؟ لا، من الصوب ذاك يجيبونها. من وين؟ من النميصه، من الزاب. من الزاب؟ ايه. بس بلاش؟ 10000. ناخذها 20. تاخذها 20000 وتبيع 10000؟ والله زين. 10000 يا بلاش. فتت للقريه وشفت اكو مرور. شلونك عمي المرور؟ مبارك. الحمد لله. العفو، فتت لهاي الناحيه، ناحيه الزويه، واليوم لقيت مرور بالناحيه. شنو شغلك اليوم هنا بالناحية؟ والله تنظيم سير وشارع مستحدث جديد وقرية مزدحمة، ناحية ايه؟ مزدحمة وتذابل سكان، فلازم ننظم سير يعني ومتساهلين مع المواطنين والشارع. المواطن متساهل وياك؟ لا لا، الحمد لله متساهلين. واحنا منطقة كنا يعني من كنا نعرف ناس تعرف ناس، أقارب متساهل. ايه، فنحاول نسهل المسيرة مال السير. بارك الله بيك بجهودك. سهلة وطيبة. بارك الله بجهودك. تشرف بيكم. الاسم الكريم؟ أنا قصيل بنيام. على راسي عمي، شكرا لك. الشغل يتطلب تعب، مو صح؟ السلام عليكم. السلام. شلونك عمي؟ حبيبي على راسي. بارك صحتك. الحمد لله. اسم الكريم؟ بارك خلف عطا الله. بارك بالبصل تشتغل، تنظف بيه وهاي. اشتغل. بصل، خضار. يعوفوا نفس ما هو وبيعوا، هم العالم يشترون ينظفوه. لازم تنظف وتبيع. ليش؟ هذا رزقي غير. اي أكيد. طبعاً. بس قد اليوم؟ ها؟ بس قد اليوم الشدة بالكيلو شنو؟ لا لا، بالشدة 500 3000. ها كبيرة الشدة. ايه. ما شاء الله. الحمد. الله يرزقك. الله. هذا من وين تجيبوه؟ اجيبه الخضرة اجيبها من الصوب ذاك من النميصة، والبصل من سامرة. ايه. والدجاج هم عندنا دجاج حي ودجاج عرب، من الحويجة نجيب هيك يعني. شلون هالزوية حلوة؟ ما شاء الله زوية فلة. اقبال الناس عليك. والله ما شاء الله. الله يرزقك حبيبي. الله يحفظك. شكرا لك. تحياتي لك، حياك الله. ابي ايش استلم؟ جيت بناحية الزوية وشميت ريحة الأكل، فتت على المطعم، خليني أتعرف عليه. السلام عليكم. على راسي عليكم. شلونك عمي؟ أخبارك؟ الله يسلمك. على راسي. اللي برا. حياك الله. لسه وياك؟ والله موجود عندنا فاصوليا. آه، ده يشربها؟ حبيب الله. نعم. ده يشربها؟ إي نعم. هاي إيش راح أسوي فيها؟ سوينا تجيبها. صراحة جيبها على التجهيز يعني. جيبها على التجهيز، جيبها هنا. لحم الشعرية، دجاج شوي. حلو. هذا نفس المندي. هاي شفت لحم. هسه هاي اتجهنا على التمن تجهيز الدجاج. ايه، خلي هاي الدجاجه. ايه، دجاج على التمن. تمام. والشعريه نضيف عليها لحم قبل الشعريه. دجاج ولحم هاي؟ اي نعم. هذا يقول على قولت، هذا يقول ما لهن ما تدير ما لهن. نعم نعم. ايه والله، مال القران. والله عنده 5. شو صار؟ ايه، وهسه هسه راح نضيف الشعريه وراها نبدا عاد نضيف الزلايد. هو هذا المنسف يفوتكم. عاد سيدك الاسم الكريم؟ طلعايش طارق. حبيبي طارق. على راسي الله يسلمك. شوف هاي ايش سعر هذا المنسف هيك؟ 20000.
20 ألف هذا؟ نعم بلاش في 7 نفرات. شفتوا اليوم الفلوق مالي كان بسوق ناحية الزوية، شوفتكم الأجواء الحلوة وتعرفت على الناس والأكلات الموجودة عندهم. إن شاء الله ألتقيكم بفلوق ثاني، مع السلامة.